الوقت ما بيوقفش، لكن تقدر تستثمر كل لحظة في حياتك والقرار في إيدك. دلوقتي تقدر تشارك مع مؤسسة نبض الحياة بسك نخلة في مشروع وقف النخيل. نخلة من أجود أنواع النخيل، هتشيل اسمك أو اسم حد بتحبه لسنين طويلة قوي، لأن النخلة بتنتج في حياتها 25 فسيلة، والفسيلة بنخلة. واحسبها أنت بقى، استثمر فلوسك في صك نخلة اللي من خلالها تقدر تعمل صدقة جارية زي حفر الأبار، وصلات المية، كفالة الأيتام، المساعدات العينية، تسقيف المنازل، الغارمات، بناء المساجد، وغيرها كتير من الصدقات الجارية. وده من خلال بيع إنتاج كل نخلة من التمر اللي بيتراوح ما بين 70 ل 100 كيلو في الموسم الواحد، والكيلو تقريباً ب 180 جنيه. واحسبها انت بقى، مشروع وقف النخيل من مؤسسة نبض الحياة، فرصة ما تفوتهاش. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا ابن عطاء الله السكندري كان بيقول حكمة عظيمة جداً، بيقول فيها: لا تفرحك الطاعة أنها برزت منك، ولكن افرح أنها برزت من الله إليك. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة والكلام الطيب. أرحب في بداية الحلقة بضيفي وضيف حضراتكم، فضيلة العالم الجليل الشيخ أحمد ممدوح. أهلا فضل دكتور. مرحبا يا شيخ أحمد. الله يفيك، حياك الله بيك. كلام سيدنا ابن عطاء الله عن الفرح بالطاعة: لا تفرحك الطاعة أنها برزت منك، كلام عالي جدا. وكلام له معنى عميق قوي. طبعا الفرح ربنا علمنا في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا. الفرح سبحانه وتعالى ربنا، دي سنة من سنن ربنا. إن ربنا يجعلك تتعب تنجح تفرح، فده يكون عامل من عوامل الدفع القوية إنك تعمل تاني وتالت وعاشر وهكذا. وتظل تعمل استمرارية وزيادة. الفرح بالطاعة وفرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. وحضرتك فاكر كويس جدا لما جاء بعض الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة لما انتدب الصحابة إلى النفقة تهلل وجه النبي. الفرح بالطاعة أخباره إيه وظروفه إيه، وإحنا عندنا وضع الفرح ده شكله إيه، وإيه الضوابط بتاعته، وإمتى نفرح وإمتى ما نفرحش وهكذا. بداية الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا الحقيقة والصورة اللي إحنا بنتكلم فيها والمشهد الكرنفال اللي بنتكلم فيه ده فرح. نعم. والفرح الحقيقي هو الفرح بطاعة الله عز وجل. نعم. يعني الفرح ما يكونش في معصية الله أو في شيء يغضب الله، لا أبدا، وإنما الفرح الحقيقي الذي تستقيم له النفوس وتسعد به في الدنيا وتسعد به في الآخرة هو الفرح بطاعة ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويمكن حضرتك تفضلت بكلام سيدنا ابن عطاء الله رحمة الله عليه، إن الفرح أو إن الطاعة لا تفرح الإنسان أنها برزت منه. نعم، إنه عملها. يعني لأن أنا مش أنا اللي عاملها، ده ربنا وفقني إن أنا أعملها، وإلا ففي حد في نفس مستواي الاجتماعي ونفس مستواي المادي ومع ذلك لم يوفق إلى هذا العمل. نعم. يبقى أنت لما أنت وفقت لأن أنت تعمل خير، يبقى الخير ده مش جاي منك أنت بس، ده جاي أولا ابتداء من الله عز وجل لك، من هداية الله عز وجل لك، من انشراح صدرك، من اتباعك لتعاليم رسولك صلى الله عليه وسلم، من اقتفاء أثره المبارك. كل دي عوامل تخلينا أن احنا نفرح أننا ربنا سبحانه وتعالى شرح صدري. كان دايما دعاء، كان من دعاء الأنبياء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فربنا شرح صدر الإنسان لهذا العمل، والعبد اجتهد في أن يتبع ويسلك أثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، ثم وفقه الله عز وجل لهذا الخير إن هو يوقف هذا النخل، فحق لمثل هذا أن يفرح.
فهو يوم فرح على الحقيقة. ولذلك سيادنا وهم بيتكلموا يقول هذا يوم الجائزة، ده كل واحد النهاردة يعني بيحصد اللي زرعه. ده أنا بقول ده يمكن هو بس مش النهاردة بس، ده النهاردة بداية الحصاد، والحصاد يستمر ويستمر ويستمر في حياتنا وفي مماتنا، وإلى أن نلقى الله عز وجل وبه ننعم وبه ندخل جنان الله تبارك وتعالى. لا. ومن باب الصدقات، فمشهد الفرح مشهد عظيم، مشهد إيماني في المقام الأول. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كان بيقول كلمة جميلة قوي، كان بيقول كان يقول لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. مش هيخش الجنة في الآخرة أو هينعم في الجنة في الآخرة إلا اللي هيدخل جنة الإيه؟ جنة الدنيا. فسألوه قالوا وما جنة الدنيا؟ قال جنة الإيمان. الله، قال هي جنة إيه؟ الإيمان. وإن نحسب، والله سبحانه وتعالى حسيبنا وحسيب هؤلاء، أن الإيمان هو الذي حرك قلوب هؤلاء طاعة لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يرزقنا وأن يرزقهم الإخلاص والقبول، اللهم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت خالصة، خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. نعم. سبحانه. فأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله بحوله. اللهم آمين آمين آمين. استأذن حضراتكم، شوف التقرير ده ونرجع نكمل حوارنا. اتفرج كده حسيت فينا في صدق، دي اللي خلاني قدمت في الشركه دي في المؤسسه دي. والله اخترت وقف النخيل عشان دخله كبير شويه، قلت هتبرع بدخل النخيل ده للايتام والابار الميه، ويكون صدقه وجري على روحي وروح ابويا.
توقفش، لكن تقدر تستثمر كل لحظة في حياتك، والقرار في إيدك. دلوقتي تقدر تشارك مع مؤسسة نبض الحياة بسك نخلة في مشروع وقف النخيل. نخلة من أجود أنواع النخيل، هتشيل اسمك أو اسم حد بتحبه لسنين طويلة قوي، لأن النخلة بتنتج في حياتها 25 فسيلة، والفسيلة بنخلة. واحسبها أنت بقى، استثمر فلوسك في صك نخلة اللي من خلالها تقدر تعمل صدقة جارية زي حفر الأبار، وصلات المية، كفالة الأيتام، المساعدات العينية، تسقيف المنازل، الغارمات، بناء المساجد، وغيرها كتير من الصدقات الجارية. وده من خلال بيع إنتاج كل نخلة من التمر اللي بيتراوح ما بين 70 ل 100 كيلو في الموسم الواحد، والكيلو تقريبا ب 180 جنيه. واحسبها انت بقى، مشروع وقف النخيل من مؤسسة نبض الحياة، فرصة ما تفوتهاش. اهلا بحضراتكم. وعد من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يخلف على المنفقين أضعاف مضاعفة. وعد ربنا ووعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده، هل ممكن يعدي علينا هباء كده؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال قل صدق الله، وقال ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اليقين في موعود ربنا سبحانه وتعالى وفي وعد سيدنا النبي لنا بيوصل بالواحد لحد فينا سيدنا الشيخ عم؟ يعني نقطة مهمة جداً لازم نقف عنها، لازم نقف عندها. اليقين في موعود الله عز وجل. متى يأتي اليقين؟ عندما يتحقق الإيمان. ودايما زي سادتنا علماءنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في الحديث، وهم علمونا بشروح الحديث النبوية، ويقولنا في عندنا إسلام، سيدنا النبي قال لنا في عندنا إسلام وإيمان وإحسان. وحديث النبي بيوضح ان الاسلام هو الاعمال الظاهره، والايمان هو الاعمال الايه؟ الباطنه، الاعمال القلبيه. فاليقين في موعود الله سبحانه وتعالى ده جاي منين؟ جاي من انهي درجه؟ من درجه الايمان. لماذا؟ لان موعود ربنا سبحانه وتعالى انا شايفه قدامي ولا غيب عني؟ لا، هو غيب. هو غيب، نعم. طيب، من أركان الإيمان إيه؟ الإيمان بالله. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيه؟ واليوم الآخر. واليوم الآخر. يبقى اليوم الآخر ده فيه غيب ولا مش غيب؟ غيب. غيب. يبقى عشان يبقى عندي يقين، يبقى لازم متحقق، أكون متحقق من الإيمان، متحقق في القلب. صحيح. متمكن من القلب. متمكن من القلب. نعم. تمام؟ طيب، الإنسان اللي قلبه على يقين بأن وعد الله سبحانه وتعالى حق، وأن لقاء الله عز وجل حق، هل يتشكك لحظة فيما وعده الله عز وجل به؟ أبدا. هل يتشكك أبداً لحظة فيما وعده ربنا تبارك وتعالى به من النعيم المقيم ومن جنات النعيم ومن المقام الرفيع بالصدقة التي يتصدقها؟ لا، مستحيل. نعم. لذلك يأتي هنا دور إيه؟ دور الاجتهاد في هذا العمل. أنا عملت عمل وأنا متيقن في أن الله عز وجل سيكافئني عليه. نعم. لا يمكن لإنسان يعلم مقدار الجائزة أن يتباطأ. لو أنا عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيني جزاء على هذا العمل، ما ينفعش أن أنا كسل عنه. العمل الصالح غاية من الغايات التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. العلماء بيقولوا إن العمل الصالح ما سمي عملا صالحا إلا لأنه يصلح للعرض على الله عز وجل. الله.
العمل الصالح ما يسميش عمل صالح إلا لأنه إيه؟ يصلح أن يعرض على الله، للعرض على الله. نعم. عشان كده قالوا إن دي علة وجود حضرتك ووجودي ووجود البشر ككل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى علة الوجود إيه؟ عمل صالح، إن أنت تعمل عمل صالح. لأجل هذا خلقنا ربنا. نعم. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نعمل الصالحات. نعم. ووعدنا ونحن لله عز وجل عباد وعبيد. نعم. أن يكافئنا على هذه الأعمال الصالحة. نعم. يعني إذا كان أنا كعبد، أنا لله سبحانه وتعالى عبد، لا يسعني إلا أن أقول له سمعت وأطعت، ومع ذلك من حبه لنا ومن كرمه علينا ومن تفضله علينا يكافئنا على هذا العمل، ولا يعطينا على القليل قليل، بل يعطينا على القليل كثير وأكثر مما تدركه العقول ومما تحيطه به الأذهان. نعم. لذلك يمكن أنا أقطف وإحنا في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل. نعم. وأسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يعيننا على كل أعمال الخير وأبواب الخير. يمكن نحن جزئية كده ولمحة وبنقول نستثمر ونستغل الوقت اللي احنا عايشين فيه، لأن هو وقت ممكن ما نلاقوهوش تاني. وأسأل الله أن يتقبل منا رمضان وأن يبلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. احنا في وقت العمل اللي أنا بعمله النهاردة ده بيضاعف أضعاف كثيرة. نعم. ويمكن ما يكونش ليا من العمر ما يبلغني رمضان آخر. نعم. ليلة القدر ربنا قال عنها إيه؟ خير من إيه؟ من ألف شهر. من ألف شهر. نعم. الليلة واحدة خير من ألف إيه؟ شهر. طيب ألف شهر ده ليلة، ألف شهر، الشهر فيه كم يوم؟ 30. يبقى ليلة في ألف شهر في 30 يوم بكم؟ الله، أكتر من 83 سنة. بتلاتين ألف. بتلاتين ألف إيه؟ بتلاتين ألف يوم. طيب اليوم فيه كم ساعة؟ 24. 24 ساعة. يبقى 30 ألف في 24 ساعة بكام؟ ب720 ألف ساعة. الوقت بتاع الليلة ده قد إيه؟ 8 ساعات. يبقى الثمان ساعات بتاع الليل دولت بس أفضل عند الله عز وجل من 720 ألف ساعة. الله، 8 ساعات بس. الله، إحصائية بسيطة جدا. الله. 8 ساعات أفضل عند ربنا من 720 ألف ساعة. طب انت لو وفقت دلوقتي الى ان انت تعزم، مش هقول لك انت بالليل مثلا وهتتصل دلوقتي بنبض الحياة، لا، انت تعزم على ان انت اول ما تنتهي الليلة وتقوم في الصباح تتصل بنبض الحياة وتقول انا هشارك معاكم دلوقتي، يبقى العمل ده ايه؟ نعم. والنية متحققة فين؟ نعم. في هذه الليلة الايه؟ في هذه الليلة المباركة، يبقى تحيط بك البركة من كل جانب. اللهم تقبل يا رب. اللهم امين. تحيط بك الخير من كل ناحية. اللهم تقبل، اللهم نعم. تقبل. استاذن حضراتكم نشوف اخر تقرير في حلقه النهارده ونرجع نختم حلقتنا مع بعض. جميل، من أجمل أيام يعني الواحد بيعيشها في الدنيا إن هو يجي يتبرع بوقف النخيل، ودي حاجة جميلة في مؤسسة نبض الحياة. صراحة اللي الواحد شافه في مؤسسة نبض الحياة إنها مؤسسة كلامها صادق، واللي بتقوله بنشوفه على التلفزيون بنيجي نشوفه هنا على الطبيعة، فحاجة جميلة جدا. ومفيش أجمل من الواحد ينفق لله في مشروع وقف النخيل زي ده، بحيث إن هو وقف النخيل هيطرح البلح والتمر وهينفق منه على الفقراء والمساكين وبقار المياه، أبار المياه وبناء جوامع. فصراحة يعني ما فيش أجمل من كده في الإنفاق يعني لله سبحانه وتعالى.
بتوفق من برضو من قبل صراحة المشروع دوت في انفاق خير من زمان. فالواحد صراحة اكتشف انه فيما بعد لا بيلاقي فرق شاسع فعلا. التجارة مع الله بتجيب خير كتير. ففعلا صراحة لا الواحد لقى في حاجات في بيته تغيرت، في صحته، في مجاله، في العملي، لا في تغير كتير الحمد لله فعلا. يعني لا ربنا بيرزق أكتر وبيكرم أكتر صراحة ربنا. بس ولما بقى ابتديت بقى سنة ماشي في مشروع وقف النخيل ده بقى الصدقة اللي ربنا أنعم على الواحد إن هو يمشي فيها، لا لقيت فيه برضه والحمد لله خيرات كتير يعني. فالحمد لله يعني. أهلا بحضراتكم. العبرة دايما بالخواتيم، والواحد بيحب إنه في الختام يعمل حاجة تبيض وجهه لما يوقف بين يدي الله. وإحنا بنختم الشهر الكريم وبنودعه، إيه الوصايا اللي فضيلة الشيخ أحمد ممدوح عايز يبعتها لإخواننا وأخواتنا المتابعين لنا طيلة الأيام الماضية؟ طيب احنا دايما بنقول وبنذكر اخواتنا دائما، اخواننا واخواتنا دائما بفضيلة هذا الشهر الكريم، لكن ما بقي منه إلا القليل، فمن كان قد أحسن فعليه بالتمام، ومن كان قد فرط في هذا الشهر فليختمه بالحسنى فالعمل بالختام. ولنستودع هذا الشهر عملا صالحا يشهد لنا عند الملك العلام. ولذا أقول سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان، فإن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان. فحال المؤمن الصادق في إيمانه مع ربه أنه تجري الدموع على قلبه قبل عينيه لفراق هذا الشهر، فلذا وجب أن يغتنم ما بقي منه بكل ألوان الخير. إن كان لك سبق في كتاب الله عز وجل فلتستدم على هذا الخير، وإن كان لك سبق في الإنفاق وفي باب الصدقة فلتزد منه قبل انتهاء حلول هذا الشهر، وإن كان لك سبق في ألوان المعروف والبر فلتتم هذا الشهر. ولنجعل، وأنا أقول لنجعل هذا الشهر هو نقطة البداية للاستمرار على كل ألوان الخير. رمضان نقطة بداية، رمضان تربية روحية، تربية إيمانية، تربية قلبية، ليست النهاية بانتهاء رمضان. محطة بتخلص عند رمضان، المحطة بتبدأ من أول رمضان. رمضان عمل لنا برمجة عملية وتغيير سلوكي في كل حياتنا، فعايزين نستمر على هذا من بعد رمضان. كان ليا ورد يومي في القرآن، استمر على هذا الورد اليوم في القرآن. كان ليا صدقة، وده دايما كنا بنسمعه من أهل الخير بيحاولوا جاهدين ان يبقى له صدقة يومية، اجتهد على أن تكون لك هذه الصدقة في كل يوم حتى يخلف الله عز وجل عليك ويكتب لك أجرها إن شاء الله. كان لك برنامج معين من البر ومن صلة الأرحام ومن حسن الجوار، استمر على ذلك فالخير لن ينقطع لا في رمضان ولا بعد رمضان. فرب رمضان هو رب سائر الشهور والأيام. شيخ أحمد، يعني أكثر الأماني التي يتمناها الإنسان في هذا الوقت هي العتق من النيران. اللهم أعتق أطفالنا من النار. يعني ونحن نودع هذا الشهر ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، فلنذكر بعضنا البعض بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه السيدة عائشة، الذي يقال في ليلة القدر. اللهم إنك عفو. حينما سألت السيدة عائشة رسول الله أرأيت إن صادفت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب اللهم آمين آمين. إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا وعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك جنبنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ووفقنا إلى ما فيه الخير يا أكرم الأكرمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. تقبل منا يا ربنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها نصيب. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم استجب، اللهم آمين آمين آمين. أشكر حضرتك، الشكر موصول لحضراتكم، ألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت ما بيوقفش، لكن تقدر تستثمر كل لحظة في حياتك، والقرار في إيدك. دلوقتي تقدر تشارك مع مؤسسة نبض الحياة بسك نخلة في مشروع وقف النخيل. نخلة من أجود أنواع النخيل، هتشيل اسمك أو اسم حد بتحبه لسنين طويلة قوي، لأن النخلة بتنتج في حياتها 25 فسيلة، والفسيلة بنخلة. واحسبها أنت بقى، استثمر فلوسك في صك نخلة اللي من خلالها تقدر تعمل صدقة جارية زي حفر الأبار، وصلاة المية، كفالة الأيتام، المساعدات العينية، تسقيف المنازل، الغارمات، بناء المساجد، وغيرها كتير من الصدقات الجارية. وده من خلال بيع إنتاج كل نخلة من التمر اللي بيتراوح ما بين 70 ل 100 كيلو في الموسم الواحد، والكيلو تقريبا ب 180 جنيه. واحسبها انت بقى، مشروع وقف النخيل من مؤسسة نبض الحياة، فرصة ما تفوتهاش.